الختام سريعا من اليوم السابع، نجوم لامعه لا تغيب عن شاشه رمضان، وجوه حاضره دوما في الموسم الرمضاني، حتى صاروا ماركه مسجله. فنانين تعودوا على زياره الجمهور بانتظام في شهر البهجه والابداع، زي مثلا امير كراره من اول كلبش باجزائه الثلاثه، وبعد الاختيار مصطفى شعبان برضو من 2013 وهو كل موسم رمضاني موجود مع الجمهور، احمد مكي برضو كبير الجزء الثامن، فاحنا بنتكلم في 8 سنين في استمراريه مع الجمهور، ياسر جلال، خالد النبوي، كلهم ضيوف دائمين. وعن النجمات بقى نيلي كريم وريهام حجاج وروجينا اكثر النجمات مشاركه. نجوم لامعه بالفعل اصبحت هي جزء من شهر رمضان، من تقاليدنا في شهر رمضان، احنا بنستناهم باعمال فنيه مهمه جدا كبيره جدا، بتبقى كل سنه مختلفه عن السنوات اللي قبلها. حضرتك زي ما بتكلمتي عن امير كراره، حقق نجاحات كبيره جدا خلال السنوات اللي فاتت، بدايه من كلبش كان مسلسل جماهيري بامتياز، بنتكلم عن 3 نسخ من الاختيار، كان مسلسل عليه متابعه مش بس في مصر، في الوطن العربي بشكل غير مسبوق، بنتكلم عن ياسر جلال الفتوه، وبنتكلم عن عدد من الاعمال السابقه حققت نجاحات كبيره جدا على الارض. عايز اقول لحضرتك مش بس يعني انا واقف عند مش بس فكره نجوم لامعه في سماء الدراما موجودين ممثلين كل سنه، لا ده انا بتكلم عن اسماء مهمه جدا وكبيره جدا عادت للعمل مره ثانيه في دراما هذا العام. بنتكلم عن دكتور يحيى الفخراني، اسم كبير جدا اصبح موجود وممثل، الاهم انه قبل وموجود بعمل 15 حلقه، بنتكلم انه اسم يحيى الفخراني لما يبقى موجود في عمل 15 حلقه يبقى احنا بنقول ان اكيد ده عمل عملاق، مش بس عمل كبير وعمل عظيم، لا ده اكيد عمل عملاق. التنوع في الموسم الدرامي هذا العام مهم جدا، بنتكلم عن اعمال 15 حلقه، اعمال 30 حلقه، ده مهم جدا لان اصبح يعني خلال السنوات اللي فاتت شفنا بيكون في مط في الاحداث 30 حلقه، فاصبح النهارده انت بتتماشى مع حقيقي الوجبه الدراميه المقدمه هذا العام احنا كلنا في انتظارها، وان شاء الله تكون يعني اكتر مما نتخيل.